Hello everyone, welcome again to Learn Arabic with us. Today we will be continuing the reading of the explanation of Holy Quran by Al-Shaykh Al-Sha'rawi. أهلا بكم وكيف حالكم؟ اليوم سوف نكمل قراءة كتاب تفسير القرآن للشيخ الشعراوي. هيا بنا. وكبر الابن فحكت له أمه ما حدث فقال الابن وأين أجد البقرة لأستردها؟ قالت الأم لقد استودع أبوك البقرة عند خالق الكون. فقال إني فقل إني أتوكل على الله وأبحث عنها. فقال الابن اللهم رب إبراهيم ويعقوب رد علي ما استودعك أبي. ثم انطلق إلى الحقل فوجد البقرة، وكانت هذه هي البقرة التي ذكرت أوصافها لبني إسرائيل، فذهبوا ليشتروها، فقال الابن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا، فدفعوا له. وهكذا نجد أن صلاح الأب يجعل الله حفيظا على أولاده، يرعاهم وييسر لهم أمورهم. وقد أوضح الله تعالى هذه الحقيقة في سورة الكهف عندما جاء العبد الصالح وبنى الجدار ليحفظ كنز ليتيمين كان أبوهما صالحا، وأقرأ قول الحق سبحانه وهكذا كانت الحكمة الإلهية أن الرجل الصالح الذي استودع كل ما كان يملك عند الله بارك الله له فيه، ووجد ابنه عندما يبلغ سن الشباب ثروة كبيرة. وعندما ذبحوا البقرة ضربوا ببعضها القتيل كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، فإذا به يبعث وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة أخرى. وهكذا سميت السورة باسم سورة البقرة إثباتا لقضية أساسية في الدين، وهي قضية الإيمان بالبعث. وأما بداية القرآن بسورة مدنية بدلا من سورة مكية، فنقول أنه يجب أن نفهم أولا ما هو مكي وما هو مدني. فمكة والمدينة مكانان مقدسان، الأول شهد
بداية الأول شهد بداية النبوة وبداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، والثاني كان محجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فعندما نقول مكي ومدني في القرآن الكريم لابد أن نلاحظ عدة أشياء. أولا الحدث الذي نزلت من أجله الآية، وثانيا مكان الحدث، وثالثا الزمان الذي نزلت فيه. فكل فعل له زمان يقع فيه ومكان يحدث فيه وفاعل ومن يقع عليه الفعل وفاعل ومن يقع عليه الفعل يقع عليه الفعل وسبب للحدوث وقدرة على الفعل. Thank you very much. This is the end of the part of this reading. Please do as you always do. Read carefully. Try to get the right pronunciation. Read slowly and pronounce every vowel. Thank you very much and see you soon. مع السلامة.